هل السعر الرخيص سبب كاف لشراء السهم؟ مرحبا بمشاهدي أرقام، يسعدنا متابعتكم والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. أتجاهل 99.9% من الأسهم التي أراها، حتى وإن كان سعرها جذاباً، فليس كل ما يلمع ذهباً. هذا ما قاله المستثمر الشهير وارن بافيت عن طريقة استثماره في أسهم القيمة. لكن معظم المستثمرين عادة ما ينجذبون لشراء أي أسهم رخيصة، اعتقاداً منهم أن سعرها أقل من قيمتها الحقيقية، وبالتالي ستكون صفقة مربحة. ثم يجدون أنفسهم أمام تراجعات كبيرة في الأسهم ويخسرون أموالهم، ويكتشفون أنهم قد وقعوا فيما يعرف بفخ القيمة، أي إنهم قد اشتروا أسهماً رديئة بدلاً من أسهم قيمة. فعلى سبيل المثال، في عام 1998 اشترى المستثمرون سهم شركة إريكسون بسعر 20 دولار، بعد اعتقادهم أن السهم هو سهم قيمة، مع إعلان نية الشركة في السيطرة على مبيعات سوق الهواتف اللاسلكية. لكن بعام 2002 هبط السهم لأقل من دولار واحد، واكتشفوا أنهم أخطأوا في تقييم الشركة، لأنها لم يكن لديها خطة لإنتاج هواتف لاسلكية بكفاءة تسيطر بها على السوق. فكيف تفرق بين سهم القيمة وسهم فخ القيمة؟ قبل اتخاذ قرار شراء أي سهم رخيص، على المستثمر أن يسأل نفسه: لماذا سعر هذا السهم رخيص؟ فقد يكون سعره رخيصاً لعدم قدرة الشركة على تحقيق أرباح على المدى الطويل، ما يدل على عدم ثقة السوق فيه، لأنه سهم فخ قيمة حتى مع وجوده في قطاعات جيدة. وإذا كان حجم إيرادات الشركة أقل من حجم ديونها ونفقاتها، فهذا يعني أنها قد تتخلف عن الوفاء بالتزاماتها، ما يجعل سعر سهمها رخيصاً مقارنة بالأسهم الأخرى. وقد تنعكس سوء إدارة الشركة سلباً على سعر السهم وتجعله رخيصاً بسبب عزوف المستثمرين عن شرائه. وربما يكون انخفاض الحصة السوقية للشركة وعدم قدرتها على المنافسة بالسوق وارتفاع تكاليفها التشغيلية أسباباً أخرى قد تجعل سعر السهم رخيصاً وتؤكد أنه فخ قيمة. ولهذا ينصح وارن بافيت بشراء أسهم الشركات التي تقدم منتجات وخدمات متميزة يصعب التخلي عنها، لأن هذا يعني أنها ستواصل جني الأموال وتحقيق الأرباح.